مرحبا بكم في قناة جيجا بيوتي. إذا كنتم أول مرة تزورون القناة فدعموني بالاشتراك وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أقدم لكم بيان الرئاسي كاملا. ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد 16 جونبي 2022 اجتماعا لمجلس الوزراء، تم فيه دراسة مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي وعروض تتعلق بقطاعات الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل، والضمان الاجتماعي والسكن، بالإضافة إلى عرض خاص قدمه وسيط الجمهورية أمام المجلس يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة. بعد افتتاح الجلسة من قبل سيد رئيس الجمهورية وعرض الوزير الأول وزير المالية نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدم السيد وسيط الجمهورية وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مختلف المجالات، وذلك تنفيذا لأمر السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء ليوم 21 نوفمبر 2021، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا حالة بحالة. وأعلن وسيط الجمهورية رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رفعت عنها القيود عبر 40 ولاية وتوفر 39242 منصب عمل. وعقب هذا العرض أعطى السيد رئيس الجمهورية التعليمات والتوجيهات الآتية. أولا، بخصوص عرض السيد وسيط الجمهورية أن يتضمن عرض عملية الإحصاء في كل اجتماع لمجلس الوزراء وبكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل وعدد المناصب المستحدثة فعليا، وذلك إبرازا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية أمام كل المشاريع الاستثمارية، ضرورة التمييز في عملية الإحصاء بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة، تضمين عرض وسيط الجمهورية القيمة المالية بالعمليتين بالعملتين الوطنية والصعبة للمشاريع الاستثمارية محل رفع تجميد. ثانيا، بخصوص استحداث مجالس تنفيذية ولائية، استحداث مجلس تنفيذي في كل ولاية بهدف التنسيق العالي بين الوزارات والسلطات المحلية خدمة لمصالح الشعب، حيث يتولى الوالي مسؤولية التنسيق باعتباره المسؤول الأول في الولاية. ضرورة أن يرتكز التسيير المحلي بشكل حيوي على إيجاد حلول لمشاكل المواطن اليومية والمرتبطة أساساً بالاستثمار لخلق مناصب الشغل والثروة. رابعاً، حملة الحرث والبذر وغرس الأشجار المقاومة، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقاً للأمن الغذائي. القمح الصلب من 45,000 دينار جزائري إلى 60,000 دينار جزائري، القمح اللين من 3,500 دينار جزائري إلى 5,000 دينار جزائري، الشعير من 2,500 دينار جزائري إلى 3,400 دينار جزائري، الشوفان من 1,800 دينار جزائري إلى 3,400 دينار جزائري، فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة وفقا لطاقات وقدرات بلادنا. خامسا، حول مشروع طريق ميناء جنجن العلمة، أمر السيد الرئيس بإجراء خبرة جديدة للمشروع قبل اتخاذ أي إجراء وتقديم الإحصائيات الحقيقية والدقيقة. سادسا، حول الأحكام المقترحة لكيفية ممارسة الحق النقابي، الشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي وفقا لمضامين الدستور والقوانين السارية للجمهورية والقوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية كما هو مكرس في الدستور. التشديد على العودة إلى أبجديات العمل
النقابي المعمول به دوليا والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل، الابتعاد نهائيا ضمن القانون عن الممارسات السياسوية والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب. سابعا، بخصوص المدينة الجديدة ببوغزدول وملعبي كرة القدم ببراقي والدويرة، إعادة النظر في وظيفة وكيفية إنجاز المدينة الجديدة ببوغزدول بما فيها اشتراك المستثمرين الخواص لاستكمال هذا المشروع وفق لمسة تنموية حضارية، الإسراع في إتمام أشغال ملعبي براقي والدويرة. وافق مجلس الوزراء على إعادة التقييم المالي للملعبين، وقبل اختتام الجلسة صادق مجلس الوزراء على مراسيم رئاسية تخص عددا من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين في وظائف عليا في الدولة. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. انتظروني في فيديو جديد بإذن الله.